الو، ايوه انا. اهلا اهلا يا مختار بيه، ايه الفرصه السعيده دي؟ اهلا يا نرجس هاني. في الحقيقه تليفوني متاخر شويه، لكن كان لازم اشكرك على السهره الحلوه اللي امتعتينا بيها في عيد ميلادك. ده انت اللي نورتنا بحضورك، بس الحفله كانت زحمه بقى، معرفناش نرحب بيك كما يجب. فرصه تانية ان شاء الله. ما هو الناس اللطاف اللي زيكم الواحد ما بيشبعش من زيارتهم. طب ايه رأيك تشرفنا الليلة دي شوية؟ لا الليلة مش ممكن، أصل سهران في الوزارة شوية، عندنا زحمة شغل كده، بنجهز لعرض القضية على مجلس الأمن بعد العيد على طول، وبنعمل اتصالات مكثفة مع كل الدول. خلاص خليها يا سيدي بكرة بالليل. مفيش مانع، سلميلي على شفيق بيه. مع السلامة. مع السلامة. دلوقتي خطة الخداع اللي بنوصلها للعدو ماشية بالدقة والسرعة المطلوبة، والعدو بيبلعها بمنتهى السعادة. وعملية إعلان التعبئة العامة واستدعاء الاحتياطي هنغطيها بأكتر من وسيلة وأكتر من مصدر. أنا عندي إحساس إن العد التنازلي بدأ فعلا. طوارئ؟ طوارئ إيه يابا؟ هو لو كان فيه طوارئ كانوا صدقولي على إجازة أسبوع. أنت واخد أسبوع بحلو؟ من الجمعة للجمعة. امال بيستدعوا الاحتياطي ليه؟ كالعادة استهلاك محلي. كل 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 يابا عشان خلاص الواحد هيطق. من ايه يا ابو الفطور؟ يا سلام، عايزني اقول لك من ايه كده حاف؟ فين الغموز؟ فين الكباب الملبس؟ فين السهرات المنعنيشة اللي انت عشمتني بيها؟ مش كفاية قاعدين نمص قصب على شط القناة زي عواجيز الفرح؟ جنرال ابرام، القيادة المصرية السابقة وعلنت الطوارئ في مايو ما حصلش حاجة. بعد كده أعلن الطوارئ في سبتمبر وبرضه ما حصلش حاجه، مع انها عمل الزيطه وحشود على الجبهه. فلما يعلنوا الطوارئ والتعبئه للمره الثالثه تبقى مناورات سنويه عاديه، يعني ما فيش اي شيء غير عادي يقلقنا. دي عمليات نفسيه بيحاولوا يوهموا بيها الشعب والجيش ان في استعدادات او توقعات، وبعدين يرجعوا كش ملك. والتبرير سهل، والمصريين تعودوا ان حكامهم بيرجعوا في كلامهم ويتراجعوا عن اي تهديد يوجهوه لينا. لازم نكون بقى متاكدين، حاطين في بطننا بطيخة صيفي زي ما بيقولوا، ان كل ده للاستهلاك المحلي عنده. ايه اخر تحليل وصل من موسى حليم ودينا حليم؟ بيأكد كلامي. استرخاء كامل جوه الجيش، اجازات، فتح باب العمرة للي عاوز من الضباط والعساكر، ده ايام رمضان. اللي هو فؤاد محمد مسافر شخصيا يعمل عمرة في التلت الاخير من رمضان، في اتصالات مع الدول العربية عشان يعرضوا القضية مرة تالتة على مجلس الأمن. ما هو الحل السلمي هو ده اللي يقدروا عليه. في كمان انهيار في الاقتصاد، فتنة طائفية، المخزون الاستراتيجي من التموين يدوب يكفي 15 يوم، التموين الطبي في المستشفيات زيرو صفر. الصحف المصرية نشرت خبر إن وزير خارجية رومانيا حيزور مصر يوم 8 أكتوبر، لأن الرئيس الروماني شاوسيسكو قابل مسز جولدا وبيسعى لتقديم مقترحات تقرب من وجهات النظر. مستشار الرئيس المصري للأمن القومي حافظ إسماعيل هيسافر أمريكا يوم 10 أكتوبر عشان يعمل مباحثات مع هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا. كل دي ظواهر بتؤكد إن التعبئة واستدعاء الاحتياطي حركات في شنك فرقعة للاستهلاك المحلي ولحفظ ماء وجه الحكام هناك. نرجس! 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 ايه في ايه؟ فين الولاعه؟ ليه؟ وانا جاي شفت 200 او 300 عربي الجيش في طريق مصر السويس الصحراوي، محملين بلاوي زرقاء، دبابات ومدافع، ولازم نصوره. انا هاجي معاك. يلا بسرعه. واقول امامكم بغير ادعاء اننا اجتزنا مسافه كانت محفوفه بالمخاطر، وخرجنا من مضيق اشبه بعنق الزجاجه إلى أفق رحب ومضيء بعده. ما زالت أقدارنا على أكفنا، وما زالت مصاعبنا أمامنا، ولكننا نعلم علم اليقين على أي أرض نقف وبأي سماء نستظل وإلى أي آفاق نتجه. وأحمد الله سبحانه وتعالى وقد راقبت وواكبت التجربة أنه ملأ قلوب أمتنا
بالعلم والإيمان. عايزينك تسافر يوم 5 أكتوبر. لوحدي؟ الرسالة بتقول كده. تسافر فين؟ روما. طب ما تقول لهم انك تيجي معايا. يا بقوالت ولا بقوالتك؟ اللي عايزينه يعمله خلاص. عايزينك تاخدي معاكي كل الافلام اللي صورناها. دول يجي 15 فيلم غير اللي هيستجد. اديله اضربي في 250 دولار. دول يهود برضو مهما كان. طب ما انا اصلي ما سبق ليش سافرت لوحدي. ما انا حاكلوكي. الا ايه يا شفيق، يعني مش خايف عليا؟ مش وقت الكلام ده. هنحجز لك على الطياره المصريه يوم 5 اكتوبر. هتنزلي في نفس الاوتيل اللي سبق ونزلنا فيه لحد ما اتصلوا بيكي. طيب ربنا يستر. مش عايز اي اتصال يتم بيهم اعتبارا من النهارده. ايوه يا فندم، بس المفروض ان نرجس هتسافر يوم 5 اكتوبر. يبقى من النهارده لحد ما تسافر مش عايز اي اتصال يتم بينهم وبين العدو، لا ارسال ولا استقبال. مفهوم يا سيد علي؟ تحت امرك يا فندم. يبقى الجهاز لازم يعطل. طب بالنسبه لرسائل البريد؟ مفيش جوابات هتسافر الا لما تمر علينا. انا يهمني امنع رسائل اللاسلكي، وفي الفتره اللي جايه بالذات. ايه ده كله؟ اصل في ضيوف هيفطروا معانا النهارده. ضيوف؟ بابا وماما وعادل. بمناسبه ايه؟ اصل انا مشغوله قوي في المذاكره ومش فاضيه للعزايم. يا حبيبتي، ماما مسافره روما يوم 5 علشان تجيب حاجات للمعرض، وانا قلت اعزمهم هنا علشان تسلمي عليهم بدل ما تروحي لحد هناك وتتعطلي اكتر. ثم بقى احنا في رمضان ولمه الاهل على الفطار حلو. طب مش كنت تاخد رايي؟ انا افتكرتك هتكوني مبسوطه. ايوه يا محمود، بس ولا يهمك، انا هساعدك. ما تتصوريش ماما وبابا فرحوا قد ايه لما قلت لهم يجوا يفطروا معانا هنا، وعادل كان هيطير من الفرحه. عطية! عطية! ايوه يا شفيق بيه! الاسانسير ما بينزلش ليه؟ عطلان يا بيه. عطلان ازاي واحنا لسه نازلين فيه لما خرجوا؟ عطلان بقاله نص ساعة يا بيه. طيب روح. امرأة الله، نطلع على رجلينا. مين اللي يطلع على رجلينا؟ في حيلة اطلع السلم ده كله؟ امال هي؟ احنا عايزين يلا. امرأة الله.
خلاص يا محمود. تمام يا دكتورة. هتغيب عني كتير؟ مش عارف. ولو انك مش هتغيبي عني لحظة واحدة. محمود، انت متأكد ان التدريبات دي عادية؟ يا مش الجرايد بتقول ان الجيش بيعمل مناورة؟ ايوه. المهم خلي بالك من نفسك. هدعي واصلي لربنا ان ما يطولش غيبتك عليا. انت انسان عظيمة يا زينب، عظيمة. العربية زمانها جاية. يا الشنطة مالها تقيلة قوي كده. عملت لك فرخة وبطاطس شيبس من اللي بتحبها. فرخة ايه بس يا زينب، احنا صايمين. باكلها لما المغرب تبدأ. استنى. كتاب ربنا هيحفظك بأمر الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. زينب، مالا ما كنتش طالع تدريب عادي؟ ترجع لي بألف سلامة يا حبيبي. حاولي ما تغيبيش. النهاردة 5 أكتوبر، 9 رمضان، يعني تكوني هنا قبل العيد. قبل العيد؟ ولا إيه اللي هيقعدني لحد العيد؟ الأفلام كلها هنا. ده هيكون في ديك في الطيارة. اوعى المضيفة تاخده منك وتحطه فوق الكرسي على الرف. وانا اقدر ابعد عنه خالص؟ ده فيه 20 فيلم، يعني 5 بواكي امريكاني اخضر. لله على السلامة. مين؟ دينا مرات موسى. الله يسامحكم. بكرة 6 أكتوبر عندنا عيد الكيبور. صحيح، كل سنة وانتم طيبين. المفروض يوم عيد الكيبور ما نشتغلش أبدا وما نعملش أي حاجة. كل سنة وانت طيب. لكن أنا هقابلك بكرة الساعة 10 في ميدان لبياتسا أزدرا النافورة. أجيب الأمانة معايا؟ طيب يوم لازم دينا. طب باي باي بقى، أحسن باين عليك جاي. باي. متشكر قوي يا أنيسة فادية. العفو. في أي تعليمات بخصوص يوم الجمعة؟ أي شيء تحب أنقله لعادل شفيق لما قبله؟ النهاردة لسه السبت 6 أكتوبر يا أنيسة فادية، يعني فاضل كتير على يوم الجمعة. ولو حاول يتصل. لا اطمني، في عطل في الخط هيحصل من دلوقتي هيمنع اي اتصال يتم بيكي في النمرة اللي بتتصل بيكي فيها. على كل حال انا اتعلمت اني انتظر التعليمات علشان انفذها. الأفلام جوه في الجمل ده. 20 فيلم. طب معروف. بس الأول عندي ليكي مفاجأة. إيه هي؟ كولونيل أبو موسى. ماله؟ هيقابلك بكرة. تفصيلات هقولك عليها الليلة واحنا بنتعشى سوا. أظن ما عندكيش مانع تسهري معايا في يوم كيبور، يوم عيدنا.
هنا القاهرة. إليكم أيها السادة البيان العسكري رقم 1. قام العدو في الساعة 1:30 بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا في منطقتي الزعفران والعين السخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. هنا القاهرة. أعلن المتحدث العسكري في البيان العسكري رقم 2 أنه ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو على كل من مصر وسوريا، تقوم حاليا بعض تشكيلاتنا الجوية بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية في الأرض المحتلة. ضربة جوية مفاجئة ومركزة قام بها الطيران المصري والسوري في نفس الوقت على كل مطاراتنا الحربية. مصر وسوريا في نفس الوقت؟ جنرال ايه اللي بيحصل ده؟ حرب شاملة عملوها المصريين والسوريين واحنا نايمين يا جنرال. فين المخابرات العسكرية؟ فين الموساد اللي بيقول انه بيعرف دبة النملة في العالم كله؟ فين السي اي ايه؟ فين الكي جي بي؟ فين كل مخابرات الدنيا؟ اياهو اجمع لي مجلس الوزراء، شوفهم لي في مزارعهم في بيوتهم في اي محطة يكونوا فيها. انا عارفة ان النهاردة عيد وكلهم بتفسح. سيدر يا جنرال اتصرف، اعمل اي حاجة، المصريين بيعبروا الضفة الشرقية. هنرجعهم جوسة استملى الكنال كله، هنحرقهم بالنابالم. دافيد عيد اسود، عيد اسود على اسرائيل كلها يا بولا. وانت هتروح فين دلوقتي؟ راح اشوف الجنرالات اللي اهتموا بمسائلهم الشخصيه ونسيوا اسرائيل. المصريين عبروا يا بولا، عارفه يعني ايه عبروا؟ وانت هتعمل ايه دلوقتي يا ديفيد؟ احنا تقاعدنا خلاص، واللبس العسكري ده مش هيفيد اسرائيل في حاجه. على الاقل يحسوا ان العواجيز اللي زيي ممكن يحاربوا علشان اسرائيل تحتفظ بحدودها مع اعدائها العرب. سينا بتاعتنا وحتفضل بتاعتنا يا بولا. صرح ناطق عسكري بالبيان العسكري رقم 6. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقطة العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. الله أكبر الله أكبر، عبرنا وحققنا المعجزة يا أولاد. محمود ربنا هينصرهم ان شاء الله، كان قلبي حاسس وهو بيودعني ونازل. انصرهم يا رب.
ازاي المصريين يقدروا يوجهوا ضربتهم بالسرعه دي والكفاءه دي والسريه دي؟ ازاي ما نعرفش انهم عاملين حشود ورا الساتر الترابي؟ انطلقت علينا زي ابواب جهنم ما تتفتح. فين العملاء بتوعك؟ فين عيونك؟ عيون مين يا جنرال؟ اذا كانت المخابرات الامريكيه بكل اللي عندها من اقمار صناعيه وتكنولوجيا ما رصدتش ولا عرفت اللي المصريين بيعملوه، خطه الخداع اللي رسموها ونفذوها ما تقلش عن خطه العبور اللي بينفذوها دلوقتي. جنرال ديان زار الجبهه عشان يهني الجنود بيوم كيبور، شاب نفسه العساكر المصريين هما بيلعبوا كوره وبيمصوا قصب وبيعوموا في ميه الكنال. ازاي ده يحصل؟ ازاي؟ وفي يوم عيدنا؟ ازاي؟ انا نفسي مش مصدقه. صدقي يا مدام، العالم كله بيهني المصريين والسوريين. نواجههم ازاي؟ نودي وشنا منهم فين؟ وقاعدين نبعت لهم تقارير نقول لهم الجبهه الداخليه زي الزفت والجيش زهقان ويائس والاقتصاد مهبب والعساكر بيمصوا قصب وبينزلوا اجازات وتاريهم بيستعدوا للحرب. لا، وعبروا ورفعوا العالم. بقى الواد فتح الفلاح كان بيضحك عليا. وهو فتح الفلاح بس؟ القياده المصريه ضحكت على العالم كله. ما يكونش الواد فتحي كان شاكك في حاجه، كان بيديني معلومات غلط. غلط ايه وهباب ايه؟ ثم ان المخابرات المركزيه الامريكيه لو عرفت كانت بلغتهم. لا لا، الظاهر الحكايه مترتب لها كويس قوي. طب والعمل؟ عمل مهبب. يا نهار اسود، دي مامتك لسه هناك. هي سافرت اسرائيل؟ اهي في روما عندهم. يا نهار مش فايت، ده ممكن يأذوها من غيظهم. ودول تقطع عليهم حاجه؟ اسمع يا عادل، احنا لازم نتصرف بسرعه. انا جاتلي فكره. ايه هي؟ نكتب لهم جواب الحبر السري بتاريخ امبارح. طب ما هي ماما سافرت امبارح. يا بني ادم، بعد ماما سافرت جاتلي معلومات ان الجيش هيهجم وجهاز الارسال عطلان، ما لحقتش ابلغهم باللاسلكي. فقمت كتبت الرساله دي مستعجل وبتاريخ امبارح برضه، وهتوصل بقى وقت ما توصل. ها، ايه رايك؟ هي فكره مش بطاله، لكن تفتكر هتخيل عليهم؟ وانا في ايدي ايه اكتر من كده عشان اعمله؟ ثم اي محاوله جايز تخيل عليهم ويصدقوها، ثم ان جهاز الارسال عطلان وانا معرفش هو عطلان ليه، وهو مش ممكن اي جهاز في الدنيا يعطل. لا يا اصدقائي، لا، دي لا مسألة حظ ولا غفلة من الإسرائيليين ولا مغامرة يا صابت يا خابت، دي ضربة معلم. خطة ذكية اترسمت صح واتلعبت صح، والرئيس السادات أثبت فعلا إنه راجل مش سهل ولا يندهكش عليه. إذاعة لندن أذاعت تقرير لوكالة رويتر إن الإسرائيليين أصيبوا بذهول من حجم الخسائر اللي تكبدوها لحد دلوقتي، وإن جولدا مائير وجهت نداء في التلفزيون بتناشد هيئة الأمم ومجلس الأمن إنه يتدخل لوقف العدوان المصري السوري. هو استرداد الحق بقى عدوان دلوقتي يا أستاذ محجوب؟ اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي أصدرت بيان. إحنا عاوزين نسمع البيانات العسكرية يا أستاذ شلبي، وأجلوا البيانات بتاعتكوا دي لبعدين. إيه الأخبار؟ زفت وطين كمان. المصريين استولوا على معظم خط بارليف وبيتقدموا على جوه. جوه فين؟ جوه سينا يا مدام. انا هسافر دلوقتي على اسرائيل. وانا هرجع مصر؟ لا، كله يبقى هارون مش هيقدر يجي هنا دلوقتي، عشان كده انت كمان هتسافر اسرائيل معاك. طيارتنا طيارة خاصة ما فيهاش أماكن زيادة. الليلة في طيارة لشركة العالي الساعة 7:30. باسبورك وتذكرتك هيكونوا عند مدام كلير على الكاونتر بتاع شركة العالي. ما تنسيش تسلميها باسبورك المصري.
وصلت؟ طيب اخلص اللي في ايدي واجي على طول. خبر سيء من الجبهه المصريه، اسوأ من اللي بيسمعه طول النهار. جنرال ابراهام مندل القائد عام المدرعات اتقتل على الجبهه المصريه. ما تزعوش الخبر يا جنرال ديان، الناس منهاره وهتنهار اكتر لما تعرف ان الجنرال ابراهام مندلر اللي له شهره عالميه في المدرعات مات على الجبهه المصريه. زي اسون جنرال، دي كارثه، كارثه فظيعه. الياهو كينج فيرت، اطلب للرئيس نيكسون على التليفون، مش لازم يسيبونا كده، عايزين امدادات عسكرية بسرعة، عايزين طيارات جاهزة بطيارينها. العرب يا الياهو حينسونا، مش هتقوم لنا قومة تاني. ضاعت هيبة دولتنا يا دينا، لكن أصحابنا مش ممكن يسيبونا كده غرقانين، لازم يتدخلوا، لازم الأوضاع تنقلب لصالحنا، مش ممكن يسيبونا كده، مش من مصلحتهم إنهم يسيبونا كده. ربنا يستر. فتحي محمود، قصدي الكابتن محمود. يا فتحي أنا كويس، كلنا كويسين. أنا اصطدت 4 دبابات وحدي، فرتكتهم على الآخر. إيه ما دفعك، خليك أقوى من الإصابة. احنا كويسين، كمل محمود، كملوا كلكم. ما تنساش تقول لعادل ان فتح الفلاح ما كانش بيضحك عليه، لا انا كنت باكل الكباب واضحك عليه. انا اللي اقول يا محمود يا جنة فيها كباب. ما اكتشفتكش من زمان لي يا فتحي. تحيا مصر. فتح الفلاح بيقول تحيا مصر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سيبني يا محمود، كمل، مفيش وقت. مندوبنا في واشنطن بعت برسالة عاجلة بخصوص قرار البنتاجون تزويد إسرائيل ب 400 دبابة مزودة بقنابل تلفزيونية. السلاح ده جديد لم يستخدم،
لكن أمريكا قررت تزود إسرائيل بيه، ده إلى جانب كميات كبيرة من صواريخ سبارو وصواريخ سينونيندو. بالطبع، وكرد فعل لاستعانة جولدا معير بنيكسون كان لازم الحكومة الأمريكية تتدخل لتزويد القوات الإسرائيلية بكل الأسلحة المطلوبة وتعمل جسر جوي. الدبابات الأمريكية كانت بتنزل مطار العريش مزودة بالوقود وتدخل الحرب، حتى طائرات الفانتوم والسكاي هوك أمريكا بتزود بيها إسرائيل وبالطيارين اللي بيشتغلوا عليها. معنى كده يا فندم إننا بنحارب دلوقتي أمريكا مش إسرائيل. بالفعل يا سيد علي، أنتوا عارفين التقارير اللي وصلت لنا من قلب إسرائيل بينت حالة الانهيار الكامل سواء في الجيش الإسرائيلي أو الشعب نفسه، وطبعا الحكومة الأمريكية كان لازم تتدخل بكل إمكانياتها لتعديله لصالح إسرائيل بالطبع. وللأسف الاتحاد السوفيتي كان شحيح في إمداداته بالسلاح في الوقت اللي الرئيس تيتو أرسل 140 دبابة من مخازن جيشه لتعويض بعض خسائر الحرب. بس نتائج المعركة لصالحنا لحد دلوقتي يا فندم، كفاية إننا دخلنا سينا واستردنا جزء كبير قوي من أرضنا وقضينا على الغطرسة الإسرائيلية وتظاهرها الكاذب بأنها القوة التي لا تقهر، ودينا الحمد لله قهرناها. لولا التدخل الأمريكي والبخل المتعمد للاتحاد السوفيتي في إمدادنا بالسلاح كنا بالفعل قضينا على إسرائيل. لكن الحمد لله إحنا لحد دلوقتي حققنا الهدف الاستراتيجي اللي القيادة السياسية وضعته وقواتنا المسلحة العظيمة نفذته بمنتهى البسالة والفخر. أليكسي كاسيجن رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي وصل مصر. كنت في استقباله ولا ايه يا دكتور أنيس؟ قصدك ايه يا أستاذ ماهر؟ ده بدعبك يا دكتور أنيس، أصلك داخل متحمس من إذاعة موسكو أذاعة الخبر ده امبارح، أنت ما بتسمعهاش ولا ايه؟ أكيد جاي يدعم موقف مصر. جيش مصر دعم موقفها على الآخر، والانتصارات اللي بحققها المقاتل المصري كل يوم على الجبهة أعادت الواحد كرامته اللي كان فقدها يوم 5 يونيو، الله لا يعيد والعياذ بالله. برضو الأستاذ محجوب مش عايز يعترف بأي فضل للاتحاد السوفيتي. مش كده قوي يا دكتور، بس أنا مش عاوز أنسب الفضل لغير صاحبه وصاحب قرار العبور والقادة اللي خططوا ودرسوا والضباط والجنود اللي نفذوا وعبروا وضحوا، مش كده ولا ايه يا اصدقائي؟ بالعكس كلامك صح جدا يا استاذ. انا كنت عاوز اسال حضرتك سؤال ما تاخذنيش يا استاذ محجوب. اتفضل قول، وادي احنا في رمضان والذنوب بتتغفر. حضرتك منحاز لامريكا؟ مطلقا انا منحاز لمصر. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.